كن مع الله. علامات قبول الطاعة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. كيفاش نعرف أنه طاعة رب العالمين اللي عملتها سواء صيام وإلا حج وإلا عمرة ربي عز وجل قبلها مني؟ العلماء جعلوا علامات، قالوا هذه قد تكون من علامات القبول. قالوا أن الشخص بعد طاعته يكون حاله أفضل مما كان قبل. مثلا شخص قبل رمضان كان مثلا يقع في معصية معينة، مثلا شخص قبل رمضان كان مثلا يشرب الخمر، ففي شهر رمضان أطاع رب العالمين، كان مخلصا لله عز وجل، صام، قام الليل، دعا ربي، كان مخلصا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فالنية الطيبة، النية الخالصة لله عز وجل، مع أنه تكون العبادة متاعك سليمة صحيحة ما فيهاش مبطلات، هذه فيها سر عظيم. لأنه شخص قبل رمضان يكون حاله مثلا شيء، وبعد رمضان يتحسن الحال متاعه أولا. ثانيا يكون بعد رمضان يتهم نفسه، يعني لا يقع في العجب. ايش معناتها يتهم نفسه ولا يقع في العجب؟ مثلا الإمام الشافعي مرة روي عنه أنه قال لو كانت للذنوب رائحة لما جالسني أحد، يعني قال أنه إذا لو كانت الذنوب عندها ريحة رائحة لما جالسني أحد، يعني ما يبقى حتى أحد، لأنه يتهم نفسه بالتقصير. فالصائم في شهر رمضان بعد الصيام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، مطلوب أنه هو يكون يراجع نفسه ويتهم نفسه، يقول لعلي قصرت في كذا، لعلي قصرت في كذا، لعله النية متاعي ما كانتش طيبة، لعله كذا، فيكون عنده خوف من الله عز وجل. عذاك الصحابة كانوا يبقاوا فيما بعد نصف سنة يدعيوا رب العالمين اللهم تقبل منا رمضان، يعني اللهم تقبل منا الطاعة في رمضان، هذا المعنى. فأولا أن يكون حاله أفضل من قبل، وأن يكون يعني عنده خوف من الله ويرجو أن رب العالمين يتقبل منه عمله، ولا يقع في العجب، لا يقع في العجب. بعض الناس إذا يعملوا طاعة يقعوا في العجب، وليقول آه ما شاء الله عليه، ريت أنا كيفاش ديما نصلي، ريت أنا كيفاش نختم في القرآن، ويصير يحكي للناس. حتى أنه من الطرائف مرة شخص ذهب إلى الحج، فبعد ما عاد من الحج قالوا له يا، وناداه باسمه، مثلا اسمه لا أدري، اسمه سامي، قالوا له يا سامي، فماذا قال؟ قال ناديني يا حاج، راهي تكلفت لي برشا. سبحان الله، يعني هذا يعني أين الإخلاص؟ أين الإخلاص وأين التواضع لله عز وجل؟ فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إلى الصائم فرحته، الصائم عنده فرحتين، فرحة إذا أفطر. علاش فرحة إذا أفطر؟ لأنه أطاع رب العالمين وجاب الواجبات وجاب الأركان وجاب السنن بإذن الله تعالى، فيفرح بهذه الطاعة، أنه أتم هذه الطاعة على أكمل وجه إن شاء الله. ثم فرحة إذا لقي ربه، يعني يوم الحساب يجد هذا في ميزان حسناته. والمقصد من هذه العبادة، يعني مما قصد هذه العبادة ما هي؟ الإخلاص لله عز وجل، أن يصير الشخص مخلصا، يعني قريب من التقوى، لأن الإخلاص مع العلم يؤدي إلى تقوى الله. ونحن مقبلون على العيد إن شاء الله تعالى، يكون عيد مبارك على كافة الأمة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب على إخواننا في فلسطين، وأن يحرر المسجد الأقصى بإذن الله السميع العليم. فالشخص قبل صلاة العيد وبين صلاة العيد وصلاة الصبح يخرج الزكاة، هذا أفضل وقت يخرج فيه الزكاة. وإذا كان ما تيسرش مع هذا، له كذلك أن يخرج الزكاة قبل يومين كما تكلمنا في الحصة اللي هي متعلقة بالزكاة. وفي صلاة العيد يعني يجمع الأهل متاعه، يهز ولاده اللي هما ما يعملوش يعني فوضى، ويبقاوا معناته يلتزموا بآداب المساجد إن شاء الله تعالى، يهزهم لصلاة العيد فيفرحوا مع بعضهم. وقبل صلاة العيد شخص مطلوب أنه يفطر، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك قبل صلاة العيد تفطر، يعني تأكل شيء قبل صلاة العيد، تمر مثلا، وتذهب هكذا إلى صلاة العيد، يعني وتعمل الغسل متاعك، وتكثر من ذكر الله عز وجل، من التكبير ومن التهليل، وتذهب يعني في ثياب حسنة لصلاة العيد، فرحان لأنه ربي عز وجل وفقك لأداء هذه العبادة العظيمة، ألا وهي صيام شهر رمضان المبارك. كذلك أوصيكم إخواني وأحبابي بالإكثار من الدعاء لإخواننا في فلسطين. هذا العيد يعني ليس ككل عيد،
هذا العيد ليس ككل عيد، لأنه عندنا إخوانا في فلسطين يعني يعاني، إخوانا في فلسطين يعني هنالك كرب شديد، ويعني صغار تم تقتيلهم، كبار كذلك، نساء، عائلات شردت، يتامى، مستشفيات دمرت، مدارس كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بالأمة الإسلامية جمعاء، وأن يجعل هذا العيد إن شاء الله تعالى تفريجا للأمة، وهذا أكثر شيء يعني في زماننا هذا قد يفرحنا يعني في هذا العيد المبارك، أنه نشوف الفرج آتي. ربي عز وجل أخبر أنه بعد العسر يسر، أخبر أنه بعد اليسر عسر، أنه بعد العسر يسر. نسأل الله عز وجل أن يفرج هذا الكرب. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم سائر الطاعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن مع الله.